نيجي بقى كمان لأغنية، يعني هي أنا طبعا بحب كل الأغاني الوطنية، لكن لما بنيجي نتكلم على عاش اللي قال، عاش اللي قال، وإحنا بنحتفل بالأغاني الوطنية الخاصة كمان أكتر ب يعني عيد النصر، عيد أكتوبر، نسمعها ونرجع برضو علشان نقول حدوتة عاش اللي قال. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب، عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب، عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب، عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رجع اعتبارك خلي عاش اللي قال. وبرضو ليها حدوتة لازم نعرفها كلنا مع بعض. برجع مرة تانية لضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ فوزي إبراهيم. وعاش اللي قال، يعني يمكن وإحنا في الفصل كنا بنتكلم على أنه في قصة وراء هذه الأغنية العظيمة. هو صادف أنت كنت بتتكلم عن الرئيس السادات الله يرحمه. الله يرحمه. هو كان له هنا دور، بس دور هتستغربيه. الغنوة دي كان مذكور فيها اسم الرئيس السادات. يعني المفروض ان الكورال لما بيقولوا عاش 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 كان المفروض يقولوا عاش السادات. ما اتقالتش ليه؟ الرئيس السادات رفض، عرف بالحكاية، كلم عبد الحليم وكلم الإذاعة، قال لهم لا، لو هتحطوا اسمي حطوا اسم كل قيادات العرب الله اللي وقفوا معانا في الحرب. الله، حلوة قوي قوي اللفتة دي. حقيقي يعني، وفيها من يعني الاعتراف بالجميل وفيها كمان انكار الذات زي ما بيقولوا. يعني جميلة جدا اللفتة دي. من احنا شعب يعني بنعترف بوقفة اي حد. صحيح، زي ما احنا زي ما بيقولوا كده، يعني مسافة السكة. مسافة السكة بالظبط بالظبط. احنا دايما بنقول انه النصر يعني الراية بتتسلم من جيل بعد جيل، وفي الاخر هي الجوهر والفلسفة واحدة، وهو عشق الوطن. يعني صحيح صحيح. بمناسبة مرور 50 عاما على نصر اكتوبر المجيد،